مباشرة على الهواء بنتابع احنا وياكم لقاءاتنا، وبدي رحب باستديو بالاستاذ إيلي هدوان مدير مشاريع في جمعية جذور. اهلا وسهلا فيك إيلي، شكرا لحضورك. اهلا وسهلا لكم. وقت اللي بنحكي عن جذور اكيد عم نحكي عن بيئه، عم نحكي عن عمل بتشتغلوا فيه على صعيد البيئه. اليوم نحن كنا عم نحكي انا وكارم ببدايه حلقتنا، كنا عم نقول انه اليوم ومبارح كان اليوم العالمي للبيئه، قد ايه نحن بلبنان عندنا جمعيات فعلا صادقه وعم تشتغل من قلبها لاعاده الخضار الى لبنان، لحمايه البيئه، عم نحكي على بيئه على كل المستويات، وبالمقابل كمان هالقد في تحدي كثير كبير وفي ناس عم بتخرب البيئه. يعني اليوم انت وقت اللي بتكون عم بتقوم بمشروع طالما حضرتك مدير المشاريع، قد ايه بتتاسف انه نحن عم نتعب وبنعمل كرمال هذا المشروع ينجح، بيجيك حدا جاهل بعمل طائش له ما بيتعدى خمس دقائق بيخرب كل شيء. فعلا 100%. خلينا نبلش اول شيء نقول انه صحيح في كثير جمعيات بيئيه عم تشتغل، وهدول الجمعيات عم يكتروا اليوم. عم نشوف بلبنان انه هدول الجمعيات ان كانوا بيهتموا بالاحراج او بالزراعه بشكل عام عم بيكتروا، ونشاطهم عم بيكون كتير مهم. هذا الشيء بيضوي على أهمية البيئة اللي عنا بلبنان، قديش نحن عنا تنوع بيولوجي لازم نكون عم نحافظ عليه. بذات الوقت مقابل هدول النشاطات وكل الإفورية اللي عم ينحط بهدول المشاريع، عم بيكون في نوع من، حضرتك استعملت كلمة جهل، هيدا الشيء بيتطلب توعية. عشان هيك كمان أكترية الجمعيات ومنا نحن كجذور لبنان، هدف من الأهداف تبعنا هو أن نكون عم نشتغل على التوعية البيئية. عم نجرب قد ما فينا انه نكون عم ننشر هذه التوعيه كرمال نضلنا متذكرين بالرغم من كل المشاكل اللي عم نعيشها بالبلد، ان كانت اقتصاديه او معيشيه او الى ما هنالك، انه نحن قاعدين بمحل هو بيئه بحد ذاته. اذا انا هذا المحل، هذا البيت اللي انا قاعد فيه عم بخربه، انا بكون عم باذي حالي. فما لازم انسى انه البيئه هي اساس، هي محيطي، هي انا المحل اللي قاعد فيه. شو ابرز المشاريع اللي عندكم اياها هلا؟ نحن اليوم اكثر شيء عم نضوي على موضوع الاجرو فورستري اذا بدك، او اللي بنسميه الزراعه الحراجيه. ليش بدنا نحكي عن هذا الموضوع بشكل خاص؟ لنقول لك انه نحن من 2008 كجمعيه جذور لبنان كنا عم نهتم بالتحريج بشكل عام، نكون عم نزرع شجر خاصه بالمناطق اللي هي تدهورت مع الوقت، او الغابات يلي كانت موجوده وبطلت موجوده. ولكن شفنا مع الوقت انه هون هيدا شو عم نشوف مثلا هون؟ هيدا هو اذا بدك البرنسيب تبع الاجرو فورستري، هلا رح كون عم بشرح تفاصيله. صح. يلي هو بيعمل مزيج بين الزراعات التقليديه بس عم نفوت فيها نوع من تطبيقات جديده، هي منا جديده، هي بترجع لاجدادنا لورا بس اليوم بطلت موجوده. اللي هي رح نكون عم نحكي شوي عن الغلاف الاخضر يلي بنزرعه تحت الشجر عاده، شو ممكن نكون عم نزرع بين الاشجار كرمال نكون عم نقدر نستفيد من اكبر كميه انتاج بالارض يلي انا عندي اياها. بس يعني انا عندي زيتونه ممكن ازرع شيء تحت منها 100%، بس بذات الوقت كمان انا اكون عم برجع حسن نوعيه التربه، وكون عم بخلق مناخ صغير للارض تبعيتي. هذا شيء في له مفاد اقتصادي كثير كبير للمزارع. حلو. فهلا فينا نكون كمان عم نحكي بالتفاصيل عن هذا الموضوع. نحن عم نضوي عن هذه النقطه بشكل خاص. ليش؟ لانه شفنا انه كثير حلو نكون عم نهتم بالبيئه، بس بالوضع الاقتصادي اللي نحن موجودين فيه بالبلد كمان لازم نكون عم نطلع بالمزارع. فكانت الفكره هي انه نلاقي مبدا استراتيجي يقدر يساعد البيئه والمزارع بذات الوقت. وشفنا انه الاجرو فورستري هي نقطه استراتيجيه للبنان بهذا الوضع هلا. طيب هلا نحن لكن اذا نفوت هون مثلا، انا عندي ارض زراعه تنقول ما بعرف زيتون مثلا. إيه مثلا هلا انتم هون شو هلا انتم عم تساعدوا الناس تنقل لك، او انتم عم تعملوا عم تاخذوا اراضي انتم عم تعملوها؟ لا نحن عاده بنشتغل عاده باملاك عامه او مشاعات او اوقاف. في عنا مشروع بايلوت سايت بلشناه بوقف براس بعلبك بمنطقه اسمها جبوله، زرعنا فيها لوز ورجعنا زرعنا تحت غلاف اخضر مؤلف من الباقيه والشعير، وهلا عم نرجع نفوت اذا بدك زراعه اللقطين والزعتر. زراعه أوكي؟ اللقطين؟ لقطين يعني القرع والزعتر. ايه بيطلع لنا لقطينه. صح. هو تحت الشجر؟ تحت الشجر. بس اقول لك بدنا ننتبه لشغله اليوم اذا انا عم بحكي عن هذا الموديل، لانه هذا الموديل هو بيناسب هيدي المنطقه. ايه مظبوط. حسب هونيك الطقس، حسب الطقس، حسب التربه، الشوب وقاسي 100%، وحسب التربه كمان وتوفر المي او لا. عشان هيك كثير مهم انه حيلا مزارع بده يكون عم بيطبق الاجرو فورستري يكون عم بينعمل نوع من دراسه على ارضه. هون بيجي دور الجمعيات او الخبراء يلي هلا عم بينفتحوا على هذا المبدا
كرمال ليكونوا أكثر وأكثر عم بيقدموا الدعم التقني للمزارعين والمعرفة بذات الوقت. صح. وكمان كجمعية جذور لبنان عم نشتغل مع جمعيات بقوة بلبنان ومع الجهات المانحة أو المنظمات الدولية على أنه إذا كان في نوع من تمويل بده يجي للبيئة بلبنان يكون تحت إطار الأجرو فورستري كمان لنقدر كمان نكون عم نساعد المزارعين بذات الوقت. صح. فعم نجرب كمان أنه نكون عم نطلق مشاريع جديدة بهذا المجال. تنحكي شوي عن الأجرو فورستري. صح. شو هي؟ اليوم أنا ممكن يكون في عندي أرض فيها شجر تفاح مثلا، هيدا الأرض أنا شو بعمل فيها؟ كل سنة بفلحة وكل سنة بحط أسمدة، بحط كمان مبيدات وبنطر ليطلع الموسم. طلع يمكن يجي نهار ينزل برد مثل ما صار السنة، يروح موسم التفاح كله، ساعتها أنا بكون هون عم خاطر إذا رح يكون عندي موسم السنة ولا لا. أضف إلى ذلك أنه بدي يكون عم ضخ المي من البير، يعني أنا بحاجة لطاقة، هيدي الطاقة ممكن تكون عم تجي من حرق الفيول أو المازوت أو أن يكون عم بستعمل طاقة شمسية. هيدا كله هو تكاليف عم بيتكبدها المزارع تآخر شيء يوصل على أنه ينتج تفاح ويحطهم بالسوق، وهيك لنشوف إذا في سوق ولا لا. أوكي؟ نعم. الأجرو فورستري شو بتجي بتقله؟ الأجرو فورستري بتجي بتقله خفف تكاليفك، ضبط إنتاجك، واستفيد ماكسيموم من الأرض. كيف؟ كيف؟ إذا أول شيء بلشنا نحكي عن الغلاف الأخضر يلي هو بقدر كون عم بزرع مثلا شعير، قمح، شوفان، باقية حسب الأرض وين، أو حتى ممكن نروح على مزرعات. طيب أنتوا قادرين تساعدوه هون؟ قادرين نكون عم نساعد. قلت لك نحن عم نجرب هلا نطلق مشاريع يكون فيها مساعدة بالماتريال، يعني نعطيه نحن الماتريال. يعني أنا عندي أرض اليوم بمنطقة بيصلح فيها الشعير. صحيح. تنقول بتساعدوني بالبذور، بتساعدوني بشوف. نحن عم نسعى على هذا الشيء، مع الوقت رح نقدر نوصل على نكون عم نطلق هذه المساعدة. هلا نحن كجذور لبنان بعدنا بالدراسات إذا بدك، أو ب أنه نقدر نجيب إذا بدك المساعدات التقنية، مشان هيك عم نتعاون مع الأجرو فورستري أسوسيشن بفرنسا، هن عم بيساعدونا كتير بهذا الموضوع، عم بيجوا خبراء من فرنسا يعملوا زيارات للأراضي تيشوفوا تنقدر نبلش نحط بروجكت إذا بدك نحط مشروع مدروس بتفاصيله شو بيفيد كل نوع مزروع. صح. ونقدر نكون عم نزرع له كل هالتفاصيل. فإذا نحن اليوم تنساعدوا يعني هون جيت قلتوله بدل ما تحط تكاليف هالقد عم تكلف على التفاح، شو عطيته البديل؟ البديل هو كنا عم نحكي أنه بتكاليف شوي زيادة لمرة واحدة قادر يكون مثلا عم بلش ازرع جرين كوفر او غلاف اخضر. هيدا الجرين كوفر شو رح يعمل؟ هيدا اول شيء رح يغذي التربه، رح يعيد الخصوبه تبعها. نعم. ورح يحميها من انه المي تتبخر. نعم. فانا بكون كمان عم زيد الرطوبه بالارض بهيدي الطريقه، انا بكون عم خفف تكاليف مزود. نعم. ولانه انا عم بستفيد من خصوبه الارض ومن نوعيتها اللي عم تتحسن مع الغلاف الاخضر، انا عم بوصل لمرحله عم بتجنب حتى الفلاحه، يعني بطل بتكبد تكاليف كرمال لكون عم برجع افلح ارضي كل سنه. صح. بذات الوقت المرحله الثانيه هي انه انا اقدر فوت مواشي على الارض تبعي. هون يمكن المزارعين بينقزوا بيستغربوا شوي، ولكن هذا الشيء كثير مفيد. كنا عند مزارع بيزرع عنب بدار الاحمر، قلنا له بدك تفوت قطيع على الارض تبعك، قام نقز. قالنا ما القطيع اذا فات بكل العريشه، لانه العريشه تبعيته على الارض. قلنا له صح، بس اذا تعرف باي وقت تفوتها. فسرنا له انه اذا انت بتحصد المحصول تبعك بتقطف العنب، انت عندك العريشه شو بدك تعمل فيها؟ بدك ترجع تشحلها. لما بيفوتوا المواشي على الارض بيقعدوا على الارض تبعيتك بياكلوا من الغلاف الاخضر وبياكلوا الورق عن العريشه، بيكونوا اول شيء عم بياكلوا وشحلوا، عم بيشحلوا، وكمان السواد يلي عم بيتركوه بالارض عم بيزيد خصوبه الارض. فانت كمان هون تتجنب انك تكون عم تستعمل كيماوي على فتره زمنيه معينه، يعني بدي من اول سنه في بلش فوت شوف نتائج، اذا بيفوتوا شهر او شهرين حسب كل ارض بقدر بلش شوف نتائج من اول سنه. نقطه ثالثه بقلب الاجرو فورستري هي زراعه الشجر. ليش الفكره مثلا قديش مهمه واساسيه ويلفت النظر لها 100%. نقطه ثالثه هي زراعه الشجر. زراعه الشجر عم نحكي عن اذا كان عندي مثلا ارض خوخ او تفاح، بقدر كون عم سيج الارض تبعيتي بشجر عالي مثل الشربين مثلا. هيدا شو بيعمل؟ هيدا اول شيء بريز فون، يعني بيكسر الهواء. بتعرف نحن السهول بالبقعه كلها مفتوحه على بعضها، اوقات بيجي الهواء بطريقه ممكن يكون عم بيأذي المحصول. فانا بزرع الشجر بعمل فيهم ويند بريك او بريز فون كرمال لكون عم بكسر الهواء، يعني فاصل. بس كمان بذات الوقت بفيه حط الشجرات قراب من بعضهم، والا بكون عم بعزل المزروعات تبعي. هيدا الشيء بيزيد من الامراض جوا، يعني بيصيروا الشجرات بيعدوا بعضهم اسرع والى اخره.
فأنا بهوي الأرض بطريقة أنه لما يكون الهواء قوي ما يأذي، بس كمان يكون في تهوئة. الشجر إذا كانت الأرض تبعيتي على منحدر وزرعت أنا إذا بدك ديليني أو صفوف من الشجر على المنحدر تبعي، الشجر بيلقط التربة، فبدل ما كل سنة عن سنة تكون عم بتشتت والتربة تنجرف وأنا أرضي بطل استفيد منها، أنا التربة المنيحة اللي بأرضي الشجر إذا زرعته بيلقط شروس الشروس الشجر بيلقطوا للتربة 100%. والحلو بالشجر أنه الشلوش تبعهم ما بيفوتوا عن كومبيتيسيون مع المحصول الباقي، لأنه في مستويات من الشلوش تحت الأرض، الشجر بينزل أغمق من المحصول من اللي أنا زرعهم يعني. صح، من النباتات الباقية. فكل هدول اذا بدك هن برنسيب هلا بنحكي عنهم بشكل عام. ايه بس بتعرف انه هيدي الامور تقنيه دقيقه بس مفيده للمزارع، هي مع يعني بعضها انتوا دارسين الامور بشكل انه توصلتوا لهون لهيدي النتيجه تتجوا تعطوها للعالم، شغله كثير اساسيه انا بهنيكم عليها. لانه مثلا هيدي مثلا ياما ناس عندهم كروم عنب بفوتوا قطيع، واحد كيف فوت قطيع؟ لا صحيح، امول محصولك وفوت وشوف النتيجه. صحيح، مشان هيك مع الدعم التقني والدعم بالمواد كمان بده يجي بحاجه للفكر. صحيح، يعني بس افكار جديده، توعيه، دعم الفكره. طيب قديش اليوم متجاوبين المزارعين؟ اليوم في نقزه عند المزارعين، لانه انت عم بتفوت شيء جديد عم بيغير لهم، عم بيغير لهم. وانت بتعرف نحن الوضع عندنا بلبنان، المزارعين بيقول لك انا ما فيي خاطر، دجا انا ماني مدعوم ما فيي خاطر. فنحن عم نجرب قد ما فينا انه نكون عم نخلق ثقه. بس بذات الوقت في نقطة مهمة انتبهنا لها نحن بشغلنا، أنه المزارع بيتعلم مش من الجمعية ولا من الخبراء، المزارع بيتعلم من المزارع. فإذا أنت اليوم بتخلق ديمو بلوتس أو بتخلق أراضي هي تكون إكزامبل، لما المزارع يجي أنت عم بتفسر له عن هالتقنية تقول له تعا شوف نحن عملنا هيك هون، ليك الأرقام، ليك الكذا، لما بيشوف بتشجع. على الارض بيتشجع. من هيدا المنطلق نحن بلشنا بالبايلوت. ما في شيء بدنا نشوفه بالمبدا هون. طيب عندي شغله بعد قبل ما يدهمنا الوقت أكيد. بالنسبه لكم انتم اشتغلتوا على هيدا المستوى واشتغلتوا بهيدي الطريقه، اليوم وزاره الزراعه كمان عم تقوم بنشاط وعم بتقول للناس تعوا سجلوا حالكم، برايك هيدي مبادره منيحه قيمه في ورا منها دراسات معينه تتوصل لنا؟ أكيد، لأنه أول شيء الحملة اللي عملتها وزارة الزراعة عملتها كمان بالتعاون مع الفاو أو منظمة الغذاء العالمية، وهي إذا بدك نوع من أحصاء كرمال ينعرف شو في عنا مزارعين وشو هن محاصيلهم، كرمال بعدين يصير في عندك أنت داتا تقدر تتابع على أساسها. هذا شيء كثير مفيد، لأنه بعدين حيلا مشروع بده يصير بالمزارعين بلبنان بكون عنا الداتا بين إيدينا، مبنيين على داتا، عارفين شو عنا أنواع زرع، مين الأراضي، شو مساحاتهم. بدك أنت مثلا تستهدف المزارعين الصغار تعرف انت وين موجودين وشو هذا، بدك لا تاخذ المزارعين الكبار يعني عندهم اراضي كبيره تعرف عنهم. فاكيد مبادره كثير قويه. وحتى نحن الشغل اللي عم نشتغله بموضوع الاجرو فورستري عم نشتغله بالتعاون مع وزاره الزراعه، وعم تسلموا داتا كمان. ما في داتا عم نسلمها هلا اكثر من انه عم بيصير في مشاورات وهن متبنين مشاريع، بينبنوا المشروع، متبنين هذا التوجه. في سبب نعم عندكم اليوم بقلت بجبوله وقلت بدار الاحمر. بدار الاحمر كانت اكثر زياره مع جمعيه ثانيه بتشتغل بالمنطقه. طيب صوب بيروت ما بتجربوا؟ لانه انا اليوم عم بشوف انه في كثير مساحات ببيروت اراضي عم ترجع تنزرع. صحيح، عم ترجع تنزرع، عم ترجع تنزرع يعني اذا بدك اكل انه حشايش او فواكه او اللي هن. طيب هون قديش انتم كمان ممكن تساهموا مش بس نروح عند الاطراف، كمان اليوم ببيروت بحاجه اكيد لهيدا. اكيد طالما المزارعين الارض تبعيتهم بتسمح انه نكون عم نفوت بهذا البرنسيب، نحن مستعدين انه نكون عم نعطي الدعم التقني ونكون عم نساعد. ولكن كمان بدنا ننتبه لشغله، انه لما تكون عم تحكي عن المدينه عم نحكي عن بيروت اللي هي مكتظه سكانيا يعني ما فيها انفراستركتور واضحه، دونك كمان صعب شوي على مستوى البلانيفيكاسيون اذا بدك تكون تشتغل مع البلديه او غيره باراضي عامه، صعب شوي على مستوى التنظيم او التحضير انه تكون عم تخلق هيك بروجي بقلب المدينه. هلا في غير جمعيات عم تشتغل مع البلديه بيروت خاصه بالمدينه على انه تنخلق مساحات خضراء
بقلب المدينة، ولكن هيدا ما بتصيب الشيء اللي نحن عم نحكي فيه اليوم، يعني ما بتساعد زيادة بالزراعة الخضراء. انتم ما لكم علاقة فيها من ناحية انه نحن قلنا علاقة فيها، بس ما بتصيب الاجروفورستري بشكل انك انت تكون عم تدعم مزارع. انت ساعتها عم تخلق اراضي خضراء باملاك عامة، يعني العامة عم تستفيد منها. يا ريت بيطبقوا هذا الموضوع، لانه فعلا شغلة صعبة بلبنان. في جدية، نحن مأمنين بهذا الشيء وفي جدية لا شو عم تحكي عن منطقة انه الاملاك العامة زيادة مساحة الخضراء؟ عم بحكي عن الاجروفورستري. الفرصي نحن مش مختلفين عندنا ثقة، وأكيد أنتم عم تشتغلوا بين واضح الشغل، بس عم بحكي قلت لي أنت في ببيروت عن المساحات عن المساحات الخضراء عندكم ثقة أنه بيقدروا. اليوم صار في وعي زيادة عن هذا الموضوع. هلأ نحن وجايين على الاستوديو كمان مرقنا بمرم خايل عم يخلقوا دجا هونيك ساحة خضراء، هي جديدة بلشوا فيها من شي شهرين شغل، ففي وعي، بلشنا نشوف مشاريع بهذا الموضوع، حتى على الأخبار بلشنا نسمع كتير عن مساحات خضراء بقلب المدينة، والبلدية كمان عم تتعاون كتير. ف ما بعرف، انا بقول ايه في امل انه من هلا لكم نشوف، لانه عم تشتغلوا انتم كمان باطار البيئه والزراعه، عم اني اللي بيكون بقلب المعركه بلاقي انه لا حواليه اذا شاف شغله هيك بادره امل بتشجع. صحيح، وما بدنا ننسى المبادرات الفرديه، يعني اليوم حيالله ست بتزرع شيء على البلكون عم بتساهم بانه مدينتها تصير خضراء، فهدول كمان مبادرات نحن بنشجعها يعني. صح، يا ما في بيوت اليوم جميله جدا. انا بدي هون بتذكر امبارح من شي جمعتين كنت بالحمرة باخر الحمرة قبل توصل على صبرس بيروت هيك تقريبا، بتلاقي في بنايه فعلا رائعه رائعه رائعه، كلها خضار على الكينه وكل بلكون له شكل 100%. هدول كمان شيء بجنن، هدول كمان مهمين ايه عن جد. احنا بس بنستفقد لهالمواضيع. نحن بنتشكرك معنا، اهلا وسهلا فيك، حضورك لعنا، واكيد نحن بابنا مفتوحه لكم واستوديو لكم ساعة اللي بتحبوا بتشرفوا. اهلا وسهلا. برجع بذكر حضرتك الي هدوان مدير مشاريع في جمعيه جذور. ميرسي داني، ميرسي لكم. اهلا وسهلا مشاهدينا، هتوقف مع فاصل، بعد الفاصل بتابع زميلتي كارل باستقبال الضيوف.